عاجل. قوات الحوثي تسيطر على المدخل الجنوبي لمدينة مأرب، وحزب الإصلاح يعترف بالهزيمة. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. حققت قوات الحوثيين اليوم المزيد من التقدم الميداني في المواجهات التي تخوضها ضد قوات التحالف وأدواتها في الضواحي الجنوبية لمدينة مأرب. وقالت مصادر قبلية في محافظة مأرب إن قوات صنعاء خاضت خلال الساعات الماضية مواجهات شرسة ضد قوات التحالف وأدواتها، تمكنت من خلالها التقدم من مواقعها في قرون البور واللجمة باتجاه مناطق جديدة تابعة لقوات التحالف في قرية العكد الاستراتيجية جنوب منطقة كرا، مسقط رأس سلطان العرادة محافظ حكومة هادي في مأرب. وبحسب المصادر القبلية في محافظة مأرب، فقد أسفرت المعارك في العكد عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الطرفين، خاصة في صفوف قوات التحالف التي فقدت 2 من قادتها العسكريين، أحدهما القيادي طالب بن مبارك الحتيش الجميعي. يأتي ذلك بعد يوم واحد من تداول مواقع تابعة لقوات التحالف أنباء تتحدث عن غارة خاطئة استهدفت تعزيزات قوات الإصلاح في منطقة العكد، أسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المسلحين.